رنا مثل العادة ذا اكسبرت بسوبارو رح تخبرينا اكثر اليوم عن كل اذا بدنا نقول الديتايات المهمة نعرفها عن الاكس في. سيارة يوثفل وكثير حلوة وكل العالم بتحبها كمان وعم نشوفها كثير على طرقات لبنان. رح نبدا بالديزاين تبعها. الاكس في فيليب نجحت كثير، سيارة ب فيري فاشنبل ديزاين، اتراكتيف لوك، ذس از ذا تريندي اند شيك كروس اوفر اللي عم نشوفها كثير على الطرقات اللبنانية واخذت سكسي كثير كثير كبير. خي اتس ا يوثفل كار، بتحس فيها من الانرجي اللي توقف حدا فيها، ديزاين تبعها الروف ريلز، ايروداينامك، الالوي ويلز، فيري اتراكتيف انه اتس فيري اتراكتيف، فيري فيري اتراكتيف لوك وكثير عم بحبوها العالم، اليونج جينيريشن، الفاميليز كلهم يعني عم تلفت لهم نظرهم كثير هالسياره. لدرجه انه على الانستغرام اكونت تبعكم كمان اخذ رهجه على سوبارو لبنان. اكيد وبهمنا دائما بنقول لهم يعني صوروا حد السياره، دائما نحن عندنا كونتست منربح العالم، يعني بهمنا تتصوروا مع السيارة، إذا ما عندكم حتى اكس في تصوروا حد اكس في وكمان حطوها اعملوا لها ببلش على انستغرام على حوصف. فيسبوك اكيد دائما على طول. طيب عم نشوف هلا الرير إذا فينا نقول موديل تبعها وشكلها من ورا كمان كثير حلو، الأضواء تبعولها جايين شوي مطولين أكثر حتى يكون في فيزيبيليتي أكثر، سيفتي أكثر حتى الكرام على الماسكيت وكمان ذكرت أنت الألوي ويل بجننوا. والاكس في فيليب كمان نذكر إنه أخذت البست ديزاين اوورد، يعني سيارة كمان نجحت انه تقدر تحصل على البست ديزاين غير اووردز كمان اخذ غير اووردز رح نذكرهم اكيد خلال الحلقه. رح ننتقل للداخل تنحكي عن الانتيريور اللي كمان اتس فيري يوثفل من جوات الاكس في. رنا مثل ما وعدنا المشاهدين رح نكون عم نشوف الانتيريور تبعها، اول شغله بنلاحظها هي السبيس تبعها والجراوند كليرنس. صح، it's a very spacious car. Ground clearance كمان الأعلى بفئتها اللي هي 22 سنتيمترز بيعطيك يعني هون visibility كمان great visibility للسيارة. حتى إنه الماتيريال اللي مصنعة فيه الأكس في كمان بيعطيك feeling of comfort. It's a premium إذا بدك quality feel. كمان اتس سبورتي فيل من ناحيه الاكتيف ستيرنج ويل والبادل شيفت، واللي حلو كمان فيها انه عندنا كروم بادلز من تحت، يعني صراحه كملوها من ناحيه السبورت فيل تبع هالسياره، وبالاضافه اكيد للريل فيو كاميرا للباركينج الاسهل. صح، يعني التاتش سكرين الموجود، البلوتوث هلا كمان صار اساسي يعني مع قانون السير الجديد كمان افيلبل بالاكس في، بنستعمل الفون تبعنا هاندز فري. صح، فكلهم فكروا فيهم سوبارو وجمعوا اكيد years of experience حتى يحطوها بالكمفورت وبالستايلينج تبع الانتيريور اللي عم نشوفه هون الكروس اوفر اس يو في من سوبارو الاكس في. ننتقل نحكي البرفورمانس تبع السياره. صار وقت البرفورمانس. برفورمانس اللي سوبارو مميزه فيها والتكنولوجي كمان. السوبارو اكس في از ان اربن ادفنتشر كروس اوفر، يعني حبيت الاسم اربن ادفنتشر كروس اوفر حلو. رح اقول لك كيف، يعني هالسياره از فيري براكتيكال لقلب المدينه واخذت اوورد على الفيول كونسومشن. عم تحكي عن سيمتريكال اول ويل درايف وفيول كونسومشن تقريبا 250 بالتانكي. واو، سو كرمال هيك اخذت الاوورد بالفيول كونسومشن. بتقولي 250 بالتانكي، بتخيل سياره كثير صغيره سيتي كار بتقعد بتصف فيها وين ما كان، كمان هالسياره فيها كل الميزات انه فينا نصفها وين ما كان. كمان هالسياره تميزت بالاوف رود، يعني مع التكنولوجي السيمتريكال اول ويل درايف والبوكسر انجن بتقدر تتمتع وتعمل اوف رود ادفنتشرز. سو لانه عندها يونيك تكنولوجي خاصه فيها مثل كل سيارات السوبارو. عم نحكي كمان عن اول ويذر، يعني بالصيفيه بالشتويه باكستريم ويذر كمان، عم نحكي عن الثلج. يعني هلا جاي موسم الثلج، يعني حيلا شخص عنده سوبارو بيطمن باله عنده هالسياره، بياخذ سيارته بيطلع بيعمل اوف رود بينبسط لانه واثق، يعني هو كونفيدنت انه هالسياره رح تلبيه ورح يكون ذا بيست تشويس اوف ا كار. يعني 5 ستار سيفتي، 5 ستار سيفتي اوورد، غير الديزاين اوورد، غير الديزاين اوورد. يعني ذس جريت، عن جد عم بشوف اوبشنز ومزايا كثيره بالاكس في يعني ما بنشوفها بغير سيارات. هلا صار وقت نحكي عن الديل وعن سبيشال اوفر وعن الاوبن هاوس اللي عم بيقدموكم اياه هون سوبارو. في حماس كثير عن البراند تبعكم لانه على اسبوعين رح تكونوا معنا باوتو فوكس
بنفس الوقت رح تكونوا على اسبوعين يعني بوقت البروجرام ماشي، رح نكون عم نشوف العالم كلها عم تجي لعندكم على الزلقه الساعه 9 لحديت الساعه 10 وعلى كل البرانشز ليستفيدوا من سبيشال اوفرز. فخبرينا اكثر كمان شو رح تكونوا عم تقدروا تشوفوا بالشوروم تبعكم. اكيد عندنا فيري 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 سبيشال ديل بكل الشورومات عندنا خلال 2 ويكس مع اوتو فوكس. شوروم الزلقه رح يكون فيها اوبن هاوس، يعني بنعزم كل العالم يجوا بعد الستة اللي علقان بالعجقه اللي ما عنده وقت during the week تا يشوف السياره، نحن رح نكون افيلبل نعزمهم لعنا لانه لازم يستفيدوا من سبيشال ديلز عاملينهم على كل سيارات السوبارو. في لازم كمان يعملوا تيست درايف ويسمعوا اكيد للاكسبرتس تبعكم اللي بيعرفوا عن سيارات سوبارو. تيست درايف دائما افيلبل، بهمنا لانه يختبروا كل البرفورمانس اللي حكينا عنها، الفيلينج اوف سيفتي كومفورت بلاجر اوف درايفنج. سو يعني قد ما يشوفوا المزايا الموجوده داخل السياره وخارج السياره على التلفزيون رح يكون اكيد الاكسبيرينس احلى اذا راحوا على شوروم تبعكم. ما تتاخروا لانه ناطرينكم بالزلقه وبكل شوروماتنا نهر الموت صيفي فيردان جوني وصيدا تا كمان يستفيدوا من فيري سبيشال ديلز. سبيشال وارنتي كمان بدنا ننسى نقولها انه عندكم سبيشال وارنتي 3 ييرز او 100,000 كيلومتر على السياره. اكيد. لكن اليوم اكتشفنا سوا ومع رنا اكيد نشكرها كثير لانها كانت موجوده معنا. السوبارو اكس في سياره كثير حلوه، مثل ما قلنا روحوا زوروا الشوروز واستفيدوا من سبيشال اوفرز. اوتو فوكس بنقول لكم باي.